مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. واول حلقه من كان 2023، تغطيتنا الخاصه، تغطيه اون تايم سبورتس لكاس الامم الافريقيه 2023 اللي بتقام يعني في 2024 في يناير، واللي تم تاجيلها طبعا من الصيف لحد شهر واحد، هتبدا يوم 13 يناير. مصر بتدخل ان شاء الله كمرشح قوي لحصد اللقب الثامن والتربع اكتر واكتر على قمه افريقيا، واكيد كلنا ورا منتخبنا ومصدقين ومأمنين وبنشجع ورا المنتخب كلنا. بطولة صعبة؟ بطولة صعبة، هنتكلم اكيد عن كل اللي هيحصل فيها، كل التفاصيل، كل النجوم اللي مشاركين، كل المدربين، اصحاب الخبرات والاسامي الكبيرة اللي موجودة، واكيد كمان تفاصيل معسكرنا احنا، حكاياتنا وتفاصيلنا وتشكيلاتنا وافكار الراجل، افكار روي فيتوريا اللي بيبحث قبل اي حاجة عن انه يثبت اسمه جدا جوه قلوب المصريين، وايه اكتر من انه ياخد كاس الامم الافريقيه. اي حاجه تانية بتبقى بالنسبه لنا كمصريين فشل، حتى لو وصلت للنهائي وخسرت الناس هنا في مصر بتعتبرها انك ما عملتش حاجه. احنا بالنسبه لنا متعودين كمنتخب مصر ان البطوله بنكون مرشح قوي جدا ليها، وليه لا ما نكسبهاش؟ عندنا فرقه جامده، عندنا لعيبه كتير كويسين، عندنا مدرب كبير وليه اسم كبير، وبالتالي احنا اكيد مرشح قوي لحصد لقب البطوله. عشان ندخل اكتر في التفاصيل ونبدا كده حلقتنا بشكل حلو، ونبدا عن 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 البطوله بشكل عام، كانت عامله ازاي وبقت عامله ازاي، خلونا نرحب باتنين من نجومنا ومن محللنا الشاطرين جدا، كابتن سامي شيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومحللنا احمد نجيب. كابتن سامي برحب بيك. كريم، مبارك ايه، كله تمام؟ طبعا تحياتي لاحمد، يمكن اول مره نطلع مع بعض، ان شاء الله تكون حلقه جميله. ان شاء الله باذن الله. نورنا نجيب، برحب بيك. كريم، ازيك حبيبي، اخبارك ايه؟ مبسوط جدا اني موجود مع كابتن سامي طبعا، وموجود معاك، وبدايه البرنامج الجديد على قناه اون، اتمنى انه يبقى فالخير ان شاء الله على منتخب مصر باذن الله. باذن الله. خلينا قبل ما ندخل في الحاضر، كابتن سامي انت واحد من نجوم بطولة 98، واحد من أعضاء الفرقة اللي عملت بطولة جامدة جدا وعلى عكس التوقعات، كنتوا رايحين، وقبل ما أدخل في البطولة نفسها، وانتوا رايحين في الطيارة، اللي الإعلام كان بيقوله كان المفروض يهبطكم. طبعا. وكان المفروض يهبط أسامي بعينها، محمود الجوهري رحمة الله عليه، حسام حسن، في أسامي كده اتقطعت جامد، شرحت جامد من الإعلام هنا في مصر، إنما راحوا وكلكم عملتوا بطولة جامدة جدا وخدتوها عن جدارة. فالأول بيبقى الرد الفعل اللي انت واخده من الجمهور والإعلام والناس في الشارع بيأثر عليك وانت رايح، بتفضل دايما فاكره قبل الماتشات الكبيرة، حتى ماتشات صغيرة، ماتشات المجموعات، بتبتدي ازاي، بتجيب ايه، بتعمل ايه، ولا انت في كل الأحوال رايح بهدف متثبت في دماغك من قبل البطولة ومن قبل ما تسمع اي حاجة، وممكن كمان ما تسمعش؟ بص، بداية لازم تبص للخبرات الموجودة في الفرق، يعني الخبرات المجموعة لعيبة كبيرة بتفصل حلو ما بين الكلام، ما بين اللي بتقاله وما بين الملعب، ومعاك مدير فني رائع الله يرحمه كابتن جوهري من العظماء الكرة في مصر، وانا من الناس اللي لعبت معاه بطولة العرب وخدت معاه كأس العرب ومرني في الزمالك، خدت معاه افريقيا وسوبر، فانت لما تيجي تتعامل معاه بتتعامل في حتة تانية خالص. صح. يعني واحد في حتة تانية خالص، غير المدربين العاديين. الراجل عمره ما يشتغل غير بأسس وبنظام وبسيستم، وما ينفعش يروح حته لما يكون دارس كويس قوي، وما بياخد نوعيه اللعيبه نفسها، في نوعيه بيقول لك دول رجالته. انا واحد من الناس كنت بعتبر نفسي من رجالته، لان انا كان سنه 92 ده انا كنت لعيب صغير عندي 20 سنه، وكنت انا اللي بشوف ضربات الجزاء على لعيبه كبير جدا، وجبت هدف في النهائي بتاع السعوديه. وهو كان واثق فيك جدا جدا. فهو عنده ثقه في المجموعه بتاعته. فحسام حسن كان كل الدنيا، لو تفتكر ساعتها كان حسام واخده كل الناس اللي واخده معاك ليه. لا، وقبلها كان في مشكله، كنا في بطوله تايلاند واتغلبنا بضربات الجزاء، حسام اللي ضيع ضربه الجزاء، فدي كانت ضغطه كمان كبيره طبعا قبل البطوله، لان احنا طلعنا من تايلاند بطوله وديه، رحنا على القاهره قعدنا يوم او يومين، وطلعنا على فين؟ على بوركينا فاسو. البدايه صعبه جدا في بوركينا فاسو، انك تروح على مكان بالليل في صحراء كومباوند، انت مش شايف حد حواليك، مفيش مطعم. ساعتها كانت افريقيا صعبه، لا لا لا، الحياه كانت صعبه جدا. فاحنا رحنا فالدنيا كانت صعبه، وبعدين تقابلها انت بتتسائل انت هتجيب توصل ايه، تقول لك هطلع ال 13. لا، انا ما وعدكوش ببطوله، انا بعيد جدا. صح. هو بيشتغل في حته بس بيأهلك لحته ثانيه. يعني هي دي الميزه في الكابتن محمود. الكابتن محمود ما بيلعبش غير على البطوله، ما ينفعش يروح حته ما بيلعبش غير على البطوله.
ما يعرفش يلعب تصفيات الا لما يكون عايز يوصل ل بس انتوا كلاعيبه رايحين ناخد البطوله، ده الطبيعي فينا كلنا، لان كلنا بتوع بطوله. يعني المجموعه اللي رايحه كلها هي لعيبه بطوله ومحترفين. كان سعيد عبد الستار وحازم كان في مجموعه، كان معاك سعيد هاني رمزي، كان معاك حسام حسن، كان معاك، انا مش عايز انسى، كان في اسماء كبيره جداً. مع المجموعه اللي هي تعتبر صغيره شويه، اللي هو كنا احنا، كان معايا عبد الستار على انت وعماره، على عماره وسام نبيل، المجموعه اللي مش عايز انسى، كان ياسر رضوان على عماره، على مدحت عبد الهادي، عبد الظاهر، لا محمد يوسف، كنا اسماء كبيره مش عايز انسى حد. لا جدا، كل مركز فيه اثنين وثلاثة واربعة جامدين تقيله جدا. وبعدين انا واحد من الناس كنت بعيد، يعني هو عنده ميزه كابتن جوهر ايه، لا قاتل عشان تبقى في ال 18، مش سهل، لان كنت ساعتها جاي من اصابه، ما كنتش على قوه منتخب قبلها، انا رحت بطوله تايلاند وسافرت معاهم افريقيا، فمش موجود في البطوله، انا رايح بس ايه قاتل عشان تبقى في ال 18. فقاتل في ال 18 دي، دخلت ال 18، طب ها هتبقى في ال 11 ولا لا؟ هو عنده كله، لازم كله اللي جاي معاه يكون بيلعب على البطوله. انت ما بتروحش في شرفي. فاول ما كسبنا البدايه كانت موزمبيق، دي بقى دي اللي اديتك الثقه، صح، انك تكسب موزمبيق 2-0 في بدايه البطوله، وحسام حسن راح جاي فتعلي تعليق جدا. فجاه تروح ضارب زامبيا 4، زامبيا كانت من اجمل الفرق الموجوده في افريقيا، بعدين تديها 4، دي كانت جامده جدا. ان مصر تدي، انا بقى لعبت في مباراه زامبيا، يعني كان ساعتها توفيق بالنسبه لي، مدحت خد الانذار الثاني مش هيلعب المغرب، كان يوسف اتعور، فكان بعدها المغرب، فرحت انا مشارك فيها، ده الماتش الوحيد اللي خسرناه. من اصعب المواقف والعصبيه اللي انا شفتها للكابتن جوهر. كابتن جوهر ما كانش عايز يلعب ساعه لعيب، كابتن جوهر كان عايز لعب جنوب افريقيا، كان عايز الطريق يوديه، فانا عايز الطريق يوديه، ما يودنيش لساعه لعيب. ساعه لعيب ساعتها كانت احسن فرقه في افريقيا، صح، فانا مش عايز اروح لساعه لعيب، انا عايز اروح لمين؟ جنوب افريقيا ما كانتش من الفرق الكبيره طبعا، ولا ليها باع كبير جدا في البطولات، فكنا عايزين نلعب دول، وهو من الواضح ان هو دارس جنوب افريقيا طبعا، فعايز اروح للحته دي. فالهدف اللي جه حج اللي جاب الهدف في الدقيقه 90 باك ورد، واللي جه في المقص ده غير اتجاهنا، وداك في حته تانية خالص، فتعصب. كنا اول مره نشوف الكابتن جوهر الله يرحمه كده في التمرين متعصب جدا ومشدود، عشان هو مش عايز يلعب الفرقه دي. فطبعا لما جينا لعبنا مباراه ساحل عاج، انا اول مره العب بطريقه انا ما شفتهاش قبل كده، طريقه بقى في ليبرو قدام وليبرو ورا، انا ما لعبتش بالابراهيم قبل كده، لعب ليبرو قدامه، ليبرو انا ليبرو قدام المساكين، ورايا هاني رمزي ليبرو ورا المساكين، وفي اتنين مساكين، ماشي، ادي كام، فعندك اربعه، واحد قدامهم واتنين ورا، غير الاطراف، وحازم كان بيلعب فرود وينزل يرد على نص الملعب مكاني، وانا ارد ابقى ليبرو. اول ما تقطع حازم كان بيلعب على التعادل، بيلعب على ضربات الجزاء، شبكه عنكبوتيه كده، صعب انك تخرج منها. اوكي، فانا شغلي في الملعب ما بلعبش بطريقه، انا حسب اتجاه الكوره بروح، ماشي، فطبعا عايز اوصل مع سهل حاج لضربات الجزاء. لو ما كسبتش ما تغلبش، عايز اوصلك لمرحله ان انا اضغط على اعصابك اوصلك لضربات جزاء. وده اللي هو عمله، صح. انا ساعتها لعبت الشوط الاول والشوط الثاني المناخير اتكسرت في البطوله وما كملتش البطوله. فلعبنا بقى على مين بقى؟ بوركينا فاسو. بوركينا فاسو خبراتها قليله، صح، والبلد المنتخب يعني هو المنظم، انما بس صغير بالظبط، فضغط عليه من قدام، اضغط عليه منين؟ تعالى غلطه، فغلطه واكسب، ضربناه 2-0، صح، رحنا ضربنا جنوب افريقيا في النهائي في الفاينل 2-0 وخدنا البطوله. فمن اعظم البطولات بصراحه، اللي هي كمان كان هو كابتن جوهر كان في مشكله، عايز اقول لك كريم واحمد، احنا هناك ما كانش اي في شكل ترفيه غير ان حازم امام جايب بلاي ستيشن معاه بس كده، قتال على الناس تلعب على لا ما انت ما عندكش طبعا. فكان في بقى تنس طاوله، في سباحه، بيعمل بطولات ما بيننا وبين بعض عشان الوقت يعدي طبعا، الوقت هناك ما بيعديش، وما عندكش مطعم بيجيب لك الاكل، ما عندكش حاجة. فانت عشان تغير القعده وتغير، لا مين احسن فيلا جميله، هات بقى زرع وحطه بتاع ليه مكافاه، ماشي، فهو عايز يخرجك من المود، فاخدت بطوله من اصعب البطولات جدا ومن امتع البطولات بالنسبه لي، من احلى البطولات فعلا اللي مصر اخذتها. لكن برضو نجيب، خليني اسالك سؤال عامه على البطولات دي، دايما بيبقى فيه وجهتين نظر، انها بطوله قويه وشرسه وحاجات كده، ووجهه نظر تانية تقول لك انه لا، الافارقه اصلا اغلب المنتخبات الافريقيه ما عندهمش قوي الانتماء بتاع انه يجي مع المنتخب ويموت نفسه وهو عنده ممكن القطر يفوته في اوروبا، يتعور هنا ولا يحصل له حاجه هنا فهناك الدنيا تقف، او ان هو ما يجيش اصلا، او مليون حاجه. البطوله اتغيرت دلوقتي للاحسن وبقت بتفرق مع الريكوردز بتاعتك، انت بتاخد بطوله افريقيا مع منتخب بلدك، فبالتالي بتترشح لجوائز اكبر، فبالتالي بيجي لك اوفرز اعلى، وبالتالي بقى في اهتمام اكبر بيها من قبل النجوم. هل ده يخلينا بنواجه منتخبات اشرس، لعيبه قلبها على تيشرتها اكتر، ولا نفس الحكايه دي ما بتتغيرش؟ كل منتخبات افريقيا السمراء يعني عندهم ده اكتر. خليني الاول اسجل استمتاعي بتاريخ بطوله 98 حلو. اللي كابتن سامي حكاه، يعني شريط ذكريات حياتي كده، وانا والله عدى قدامي في حكايه واحده كابتن سامي نسيها، بتاعه تذاكر العوده اللي كانت محجوزه ويغيروها، ومحجوزه ويغيروها. بقول لك انا كابتن سامي عدلي
اه الصح يعني. فانت حاجز على انك تخرج مع اول بطوله بالظبط كده. فتخرج بتعدي الدور فبتغير تذاكر اللعب. دي من الحكاوي القويه والمهمه في تاريخ بطولات كاس الامم مع مصر. والحافز دايما هي كابتن جوهري، كابتن سمير، كل المجموعه اللي كانت موجوده دايما كانت قادره تخلق الحافز. خليني زمان البطولات الافريقيه كانت فيها شويه الدافع والغيره. يمكن انا بطوله 98 دي اول بطوله اشوف منتخب مصر بياخدها. انا بتفرج من 90 خلاص، 90 خروج مش مهتمين بيها، رايحين كاس العالم. 92 المرشح من المرشح الاول لاخير البطوله بتتغلب ماتشين في 3 ايام وتروح. 94 اداء سيء تخرج من دور 96 كلنا عارفين يعني كملت شويه لكن برده اتغلبت من زامبيا وخرجت. شخصيتك في دور الثمانيه، فكان دور الثمانيه بالنسبه لي بيشكل عائق. يعني انا يا جماعه عايز اشوف منتخب مصر بيعدي حتى من دور الثمانيه. البطوله الوحيده شفت منتخب مصر بياخدها من لغايه 98 كانت الدوره العربيه اللي كابتن سامي اتكلم عنها. اللي كانت في سوريا في 92. فجت 98 وشفت كل اللي حصل فيها. زمان حقيقه النجوم الافارقه كان عندهم انتماء كبير. بص يا كريم، وحاليا الماده طغت. كل اللي انت قلته عن تغير الكره للافضل دلوقتي صحيح، ولكن شوف زمان الموديل بتاع عبيدي بيلي، الموديل بتاع كالوشا بوالي، الموديل بتاع روجي ميلا، الموديل بتاع الان جوميني في كوت ديفوار لعب قدام كابتن سامي في 98 مع الفريق ده، واسامي كبيره جدا في الكره الافريقيه. عمرك ما كنت تسمع عن واحد فيهم بيتمرد، عمرك ما كنت تسمع عن واحد فيهم بيفضل النادي على منتخب بلاده، واخرهم ديدييه دروجبا الحقيقه اللي ساهم بايادي بيضاء كتير جدا على ان الحياه السياسيه في كوت ديفوار نفسها تستقر، ما يبقاش في حرب اهليه، وقدر انه يساعد البلد انها تنتقل من مرحله لمرحله افضل بكتير. ولكن دلوقتي للاسف بتسمع عن صراعات كتير في افريقيا. البطوله زمان كانت شرسه، كانت قويه. حاليا السطوه والسياده، رغم ان غرب افريقيا ممكن ياخد بطوله زي السنغال على سبيل المثال في البطوله الاخيره، بس مش هياخدها غير بالعافيه. يعني السنغال فرض تفوق كبير جدا في البطوله اللي قبلها، مصر 3-4 بطولات بتفرض تفوق كبير، حتى غرب افريقيا لما خد كوت ديفوار ونيجيريا لما خدوا بطولتين ورا بعض في 13 و15 ما كانتش بالسهوله الكبيره. لكن الحقيقه النجوم الافارقه كتير، النجوم الافارقه بينافسوا على احسن لاعب في العالم، ولكن بكل تاكيد هم انتمائهم دلوقتي دائما هو للنادي اكتر بكتير من الانتماء للمنتخب الافريقي. فيكتور اوزمن افضل لاعب في افريقيا كانش موجود في البطوله اللي فاتت، ولما بييجوا ساعات بيبقوا برضه بيلعبوا كده بالشوكه والسكينه. يعني هو ده اللي بيحصل. هو مستني يعني. يورجن كلوب على سبيل المثال، احنا هنتكلم على صلاح التصريح الاخير، هو يورجن كلوب بيهزر طبعا، بيهزر وبيتكلم. ولكن في النهايه الفايبس دي هي الموجوده، الاجواء دي هي الموجوده في اوروبا. يعني انت كل يوم بتلعب بتروحه في افريقيا مع منتخب بلدك، انت بتخسر فلوس وناديك بيخسر فلوس. والقيمه الكبيره، احنا لو استعرضنا عدد اللاعبين من كل دوري، دوري الانجليزي 32 لعيب، دوري الايطالي 17 لعيب، دوري الفرنسي 59 او 60 لعيب في البطوله، وهكذا بقى. يعني ممكن نتكلم كمان شويه على القصه دي بالتفصيل. فشوف الدوريات نفسها خسرانه فلوس قد ايه وخسرانه عوائد قد ايه من غياب النجوم. يعني نتفق او نختلف، ولكن الافارقه، اللاعبين الافارقه في اوروبا ليهم تاثير كبير وليهم اسهام كبير جدا على الدوريات، ويكفي قيمه وتاثير محمد صلاح. يكفي بشده يعني ساديو مانيلا كان موجود معاه، فيكتور اوزمن. يعني فيكتور اوزمن السنه اللي فاتت بيجيب دوري النابولي طبعا. مع مدرب ولاعبين وكل حاجه طبعًا. ولكن هو الحقيقه الاسهام الكبير، وبدليل انه اخذ احسن لاعب في افريقيا. فالحقيقه يظل لاعبي الافارقه عندهم حضور كبير جدا في الدوريات الاوروبيه، مؤثر جدا حاليا في السنوات الاخيره على تواجدهم او على اخلاصهم لتشيرت منتخبهم وبلدهم. طيب هنتكلم اكيد عن البطوله دي بقى 2024، منافسه قويه، صاحب الارض كوت ديفوار، منافسين اقوياء جدا سواء مصر سواء نيجيريا، الجزائر، المغرب، تونس، السنغال، فرق كتيره جامده وفرق كتيره مرشحه. الاعلام في كل حته بيتكلم عن مين المرشحين، بتتحط كل الاسامي في المنتخبات الكبيره. تعالوا الاول نشوف تقرير عن 2024 كوت ديفوار ونرجع نبدا كلامنا. أيام قليلة تفصلنا عن كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 في نسختها رقم 34. البطولة التي تأجلت من الصيف الماضي لتقام في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 من فبراير المقبل. 24 منتخبا يتنافسون على الفوز بلقب البطولة وحصد 7 ملايين دولار مكافأة البطل. ويتجدد الصراع التاريخي بين العرب ومنتخبات غرب القارة السمراء في ظل وجود أكثر من مرشح قوي لحصد اللقب، حيث يميل ميزان البطولات لصالح دول غرب وجنوب القارة السمراء على حساب المنتخبات العربية التي توجت باللقب الإفريقي في 12 نسخة مقابل 21 لصالح المنتخبات الأفريقية الأخرى.
وياما المنتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في تحقيق اللقب الثالث له في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015. والعجيب والأغرب في تاريخ نهائيات أمم أفريقيا أن يصل منتخب للمباراة النهائية 4 مرات ولم يسجل أي هدف في النهائي، فيما يطمح المنتخب الوطني وصيف النسخة الماضية وحامل الرقم القياسي في التتويج باللقب 7 مرات في الفوز في البطولة بعد غياب 14 عاما، معتمدا على نجمه محمد صلاح الذي يبحث عن أول ألقابه مع الفراعنة، بينما يسعى منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. ويبحث المنتخب المغربي رابع مونديال قطر 2022 عن كسر العقدة والفوز باللقب الغائب عنه منذ 48 عاما، وهو الأمر الذي يسعى له كل من الكاميرون صاحب الألقاب 5 ومنتخب غانا صاحب الألقاب 4، بجانب منتخب نيجيريا الذي سبق وحقق اللقب 3 مرات من قبل. 15 منتخبا حققوا لقب أمم أفريقيا من قبل، فهل تشهد النسخة الحالية تحقيق أحد المنتخبات اللقب أم تواجد منتخب جديد على منصة التتويج ليكون المنتخب 16 الذي يتوج باللقب الغالي والفوز ب7 مليون دولار؟ أربعة 24 منتخب طبعا، في منهم اللي سبق وحقق البطولة، في منهم اللي بيسعى لللقب الأول ليه. هل نشوف بطل جديد؟ هل نشوف بطل معتاد؟ أكيد بنتمنى مصر، لكن إيه الأيام مخبياه؟ تعالوا الأول نعرف كده أو نفتكر مع بعض المجموعات الستة أخبارها إيه. طبعا إحنا عندنا 24 منتخب مقسمين على 6 مجموعات، وبالتالي هيتأهل أول 2 من كل مجموعة يبقى 12، وبعدين أحسن 4 توالت، وهنشوف إيه اللي هيحصل. المجموعة الأولى اللي بتضم أصحاب الأرض كوت ديفوار ومعاهم نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو. المجموعة الثانية اللي بتضم مصر ومعاها غانا ومعاها الراس الأخضر أو كيف فيردي وموزمبيق. المجموعة الثالثة بتضم السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا. المجموعة الرابعة بتضم الجزائر وموريتانيا وأنجولا وبوركينا فاسو. المجموعة الخامسة بتضم تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا. المجموعة السادسة والأخيرة بتضم المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. كابتن سامي، المنتخبات المرشحة للبطولة هل هي المنتخبات المعتادة، المنتخبات الكبيرة اللي لو سألت أي حد في الشارع مين المرشح، ومش في الشارع المصري بس، في الشارع في أفريقيا عامة، مين المرشح للبطولة دي؟ هيقول لك 6-7 منتخبات كده كبار، مصر، نيجيريا، السنغال، تونس، المغرب، الجزائر. هل في حاجة ممكن تحصل مفاجأة، ولا البطل لابد أنه يكون من دول؟ لا، ما هو بص، هي خلينا نتكلم بصراحه، هي امكانيات، هي كره امكانيات. فين وفين لما تلاقي فرقه زي بوركينا فاسو وصلت مثلا قبل نهائي، تطلع ثالث، تطلع رابع، حسب البطوله اللي موجوده فيها، لكن غالبا بتبقى البطولات بالفرق الكبير. أوكي. يعني لو جيت تبص على المنتخبات اللي فاتت، يمكن اللي فاتت دي السنغال، لما تيجي تبص لها اللي قبلها 19 كانت الجزائر، صح، الكاميرون. يعني لو جيت تبص على التسلسل بتاع المنتخبات كبار هم ولما تيجي تبص النهارده على الترشيحات، هتلاقي مثلا المجموعه اللي بنتكلم فيها فرقتين تقال، يعني كوت ديفوار ونيجيريا، البطل صاحب الارض ونيجيريا طول عمرها مرشحه طبعا، وعندها افضل لاعب في افريقيا بالظبط كده، وعندها فرقه جامده المره دي. يعني النهارده بنتكلم على القيمه التسويقيه، من اكبر قيمه تسويقيه الموجود، عندها 2 في اعلى 2 لعيبه موجودين في افريقيا، فبرضه مرشحه، وصاحب الارض مرشح. لما تيجي تبص المجموعه الثانيه، مصر، غانا بعدت شويه، لكن تظل ان هي غانا تظل ان هي منتخب كبير ما ينفعش تقول ان هو بعيد عن لان كان برده كان موجود في التصفيات الاخيره بتاع كاس العالم، اللي هي الورقه الاخيره بتاع كاس العالم. بتتكلم السنغال، بتتكلم على كاميرون، جزائر، تونس، المغرب، دخل شويه معاها مالي من بعيد، لكن في الاخر انت لا، عندك 7-8 منتخبات مرشحين. ممكن هتلاقي مفاجآت، جزائر خرجت مره من المجموعات، لكن مش بطل. المفاجآت ممكن تبقى في يوصل لمراحل، لكن ما يوصلش ان هو يخبط، ممكن تلاقي في الدور قبل النهائي. أوكي. لكن البطل دايما بيبقى فرقه كبيره، فرقه عندها امكانيات، فرقه تحت الضغوط تلاقيها، لان كل ما بتعدي مرحله انت بتخش ضغوط اكتر. طب. كل ما تعدي مرحله لا، بتبقى ضغط منك انت كمباراه، وضغط من الجماهير والبلد بتاعتك. طب. هتوصل لفين؟ انت لو جيت النهارده وصيت لفيتوريا، قال لك انا ما اقدرش اقول لك ان انا اخبط بطوله،
صح ولا غلط؟ كل ما صح. اسمع تصريحاته كلها فيه. انا ما وعدتش انا ما وعدتش ليه؟ لان عندك 6-7 فرق هم مرشحين هم كمان. طب. انت رحت دورتين من الثلاثه اللي فاتوا ووصلت قبل النهائي يعني 17 و21 توصل نهائي واللي قبلها انت خرجت اللي كانت في مصر انت خرجت بالبدري من دور 16 من غير افريقيا فانت مرشح دايما انك توصل للنهائيات لكن عندك 6 فرق أو 7 فرق هم مرشحين هم كمان صح. فلا البطوله دي صعبه بطولة صعبة أكيد هنتكلم على المجموعة الأولى النهاردة المجموعة اللي بتضم كوتيفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو هنتكلم بالتفاصيل مدربين اللعيبة أبرز النجوم القيمة التسويقية لكل منتخب هنطلع لفاصل ونرجع نبدأ كلامنا عن المجموعة الأولى برحب بحضراتكم من جديد وكان 2023 طبعا كل يوم هناخد مجموعة لحد انطلاق البطولة بإذن الله إنما النهاردة المجموعة الأولى مجموعة فيها 2 من المرشحين للبطولة بشكل عام كوت ديفوار أصحاب الأرض نيجيريا أعلى قيمة تسويقية في البطولة عندهم أحسن لاعب في إفريقيا فرقة تقيلة جدا عندهم كتير متألقين في أوروبا السنة دي ومعاهم فرقتين من الطيبين يعتبر وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو تعالوا الأول نشوف تقرير عن المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 تشهد المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية تواجد 4 منتخبات كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور والذي حقق لقبين أمم أفريقيا 1992 و2015 ومنتخب نيجيريا صاحب الألقاب الثلاثة أعوام 1980 و1994 و2013 بجانب منتخبي غينيا الاستوائية وغينيا بيساو البداية مع منتخب كوت ديفوار الذي يسعى للقب الثالث في تاريخه والغائب عنه منذ نسخة 2015 معتمدا على 26 محترفا تم اختياره من قبل الفرنسي جان جاسيه المدير الفني لمنتخب الأفيال وعلى رأس القائمة سيبستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند الألماني وسيكو فوفانا لاعب النصر السعودي وفرانكي سي لاعب الأهلي السعودي المنتخب النيجيري يطارد اللقب القاري الرابع في تاريخه خلال مشاركته للمرات 20 في أمم إفريقيا وخلال مشاركاتهم السابقة في أمم إفريقيا سجل النيجيريون 137 هدفا في حين تلقت شباكهم 91 هدفا ونجحوا في التتويج باللقب 3 مرات من قبل ويراهن النسور الخضراء تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيبي سيرو على مجموعة من اللاعبين المميزين الذين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية مثل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي وأفضل لاعب في أفريقيا بجانب أليكس إيوبي لاعب فولهام الإنجليزية وصامويل تشوكويزي لاعب ميلان الإيطالية وعمر صادق لاعب ريال سوسيداد الإسبانية فيما يعمل منتخب غينيا الاستوائية الملقب بالرعد الوطنية مواصلة تحقيق المفاجآت في المشاركة الرابعة في تاريخه ويعتمد مدربه الوطني خوان ميشا على مجموعة من اللاعبين المحترفين في أوروبا على رأسهم إيميليو نوسو لاعب إنتريستي الإسبانية وهداف المنتخب بجانب بيدرو أوبيانغا لاعب ساسولو الإيطالية وسول كوكو لاعب لاس بالماس الإسبانية فيما يبحث منتخب غينيا بيساو تجاوز عتبة دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بعدما سبق وشارك في 3 نسخ من قبل ولم ينجح في تخطي دور المجموعات ويقود منتخب الثعالب المدرب الوطني باسيرو كاندي ويعول على مجموعة من اللاعبين أبرزهم مامادي كامارا لاعب ريدينغ الإنجليزية وماما بالدي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسية وبيكيتي ديجاسي مهاجم نجران السعودية المجموعة الأولى من كان 2023 كوت ديفوار نيجيريا غينيا بيساو وغينيا الاستوائية نيجيريا أعلى قيمة تسويقية في البطولة ب 461 مليون يورو ثالث أعلى قيمة تسويقية في البطولة كوت ديفوار ب 335 مليون يورو طبعا غينيا بيساو 24 مليون يورو وغينيا الاستوائية 8 مليون يورو نجيب الأرقام والتاريخ والحاضر وكل حاجة ناحية الفرقتين دول كوت ديفوار
ونيجيريا، فرقه حققت اللقب مرتين وفرقه حققت اللقب ثلاث مرات، فرقه عندها نجوم كتيره جدا وفرقه تانية عندها برضو نجوم كتيره جدا واكتر. كل حاجه في صالحهم. صحيح. هل المنطق والعقل وكل حاجه بيقول ان الخناقه ما بينهم، ولا ممكن يحصل مفاجاه في البطوله في المجموعه دي؟ طيب، المنطق والعقل والاصول كل حاجة. وكل حاجه بتقول ان هي ما بين نيجيريا وكوت ديفوار طبعا. من المجموعات يعني كل مجموعه فيها ثنائيه كده هتبقى صعبه، غالبا هم دول اللي عليهم الرهان يعني. السنغال ولا كاميرون في المجموعه الثالثه، مصر ولا غانا في الثانيه، نيجيريا ولا كوت ديفوار في الاولى، ونكمل كده. يمكن مجموعه المغرب هي اللي شويه الامور فيها لمصلحه المغرب والجزائر، المجموعتين دول هم الرابعه والسادسه شويه المفروض المغرب والجزائر يبقاش عندهم منافسه كبيره في تصدر المجموعه. اوكي، طيب المنطق والقيمه السوقيه وكل حاجه بتقول، ولكن المفاجاه في المجموعه دي ممكن تكون في حاجتين. الاداء اللي الغنيتين ممكن يقدموه، اوكي، ولكن هم لو قدموا اداء كبير قصاد الاثنين الكبار وتعادلوا مع بعض هياخدوا بعض ويخرجوا هما الاثنين من البطوله سوا، فلازم حد منهم يعور الثاني عشان يطلع بالظبط ثالث، علشان يعني يقدر يطلع ثالث. ربنا يمكن يكرمه كده بماتش معقول في الـ في الـ في الدور الدور ال 16 فيقدر انه يكمل مشوار البطوله، او حتى يتقال عليه الحصان الاسود للبطوله. حلو. عندي تحفظ شويه على ان اللي هم مش هيعملوا حاجه. ليه؟ المفاجاه اللي في الاداء بقى ممكن تيجي منين؟ غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. غينيا الاستوائيه دي تصدرت مجموعتها في التصفيات، أيوة، بالتساوي مع تونس في عدد النقاط ولكن بفرق الاهداف طلع الثاني. حلو. فاذا هي فريق بيجيد اللعب امام الكبار. ماشي. فريق جماعي جدا، ما عندوش مشاكل يعني واضحه، ما عندوش نجم واحد، لا لا ما فيش فريق منظم، مشاكله في الملعب حتى ممكن بس التنظيم يجرى له حاجه، لكن ما تقدرش تقول ان فريق ضعيف اطلاقا. أوكي. ما فيش فريق ضعيف. ماشي. غينيا بيساو نفسها المتطوره جدا في الفتره الاخيره، غينيا بيساو دي مع مصر في مجموعه تصفيات كاس العالم اخذت 4 بونت من اول مباراتين، تعادلت مع بوركينا في بوركينا، هي المباراه قيمت في المغرب ولكن في النهايه هي خدت بونت قوي بره ملعبها، وكسبت جيبوتي بره ملعبها برضه، يعني لعبت مباراتين بحسبه التصفيات المباراتين كانوا قوي. حلو. رغم ان واحده فيهم كانت في المغرب مع بوركينا والثانيه في مصر مع جيبوتي، ولكن في النهايه معاها 4 بونت تاني المجموعه بعد مصر مباشره. غينيا بيساو بقى عامل لها رقم مميز جدا، كانت مع نيجيريا في التصفيات وكسبت نيجيريا في نيجيريا. هنا في اعتياد على مواجهه الفريق ده، بل الاكثر هو اعتياد على الفوز على الفريق ده. يعني هم طلعوا التاني بعد نيجيريا بفارق نقطتين في التصفيات، لان هم تعادلوا تعادل ملوش لازمه كده خارج ارضهم مع سيراليون، هو ده البونتين اللي خسروهم خلوهم يطلعوا التاني. كانوا برضو في المجموعه مع مصر، كانوا بالظبط كده. غينيا بيساو كانت معانا احنا والسودان. مظبوط، احنا والسودان ونيجيريا، مظبوط كده. كسبناها 1-0 بشق الانفس الحقيقه. صح. غينيا بيساو كسبت نيجيريا في نيجيريا، بس رجعت واتغلبت في ملعبها من نيجيريا. بس على الاقل تقدر تقول انها خدت 3 نقط من الستة اللي كانوا متاحين قدام نيجيريا. فصل من فصول نيجيريا البايخه المعتاد في التصفيات. يعني في التصفيات اللي قبل دي اللي هي البطوله اللي فاتت، نيجيريا اتعادلت مع سيراليون 4-4. شوف نيجيريا في كل التصفيات عندها فصل بايخ، نيجيريا في كل النهائيات عندها فصل بايخ. هل يكون من حظ بقى غينيا الاستوائيه او غينيا بيساو ان الفصل البايخ بتاع نيجيريا ده يجي قصاد واحده منهم؟ أوكي. قد يكون، خصوصا انك لو اتعورت في بونت ولا في ثلاثه قصاد واحده من الاثنين غينيا وكوت ديفوار، المنطقي ان الثلاث نقط يبقوا بتوع كوت ديفوار وانها تكسب اي حد، ومشاكل كوت ديفوار تبدا من الدور الثاني مش من الدور الاول اطلاقا. فنيجيريا وارد انها تبقى ايه الأول. تبقى يعني ايه اول اسم كبير كده نشوفه بيقع معانا، او هيبقى العبره للكبار، لان دايما في كبير لازم يتضرب عشان الباقيين ياخدوا الموضوع جد. هم من اكتر المنتخبات اللي بيعانوا من الموضوع ده بتاع اللعيبه بتيجي وهي يعني مش شابه. صح. يلا نمشي بقى بسرعه عشان نرجع اوروبا، فاهم؟ فهم دايما من المنتخبات اللي بيعانوا من الجزئيه دي بالذات. لا. طيب تعال نمسك بقى كل منتخب يا كابتن سامي في الاربعه. منتخب كوت ديفوار اصحاب الارض في التصنيف العالمي رقم 49، في التصنيف القاري رقم 8، في المشاركه الافريقيه شاركوا 25 مره قبل كده، طبعا ابطال 92 و2015، متوسط اعمارهم 26 سنه. في كاس الامم الاخيره خرجوا من قدامنا، من قدام منتخب مصر في دور ال 16. في تصفيات كاس العالم بيتصدروا مجموعتهم دلوقتي بست نقط بعد ما فازوا على سيشلز 9-0 وعلى جامبيا 2-0. عندهم لعيبه كتير جامدين، سيباستيان هولر بروسيا دورتموند، كريم كوناتي من سالزبورغ النمساوي، فرانك سيه وفوفانا في السعوديه، اهلي جده والنصر، كريستيان كوامي في فورنتينا. فرقه تقيله 13 محترف. فرقه تقيله يعني، عندهم لعيبه كتير جامدين. لا وبعدين بتلعب على ملعبك بالظبط كده، فهي دي الافضليه. دلوقتي ان انت عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المحترفه، لعيبه على اسماء كبيره محترفين في دوريات كبيره. عندك النهارده ملعبك وسط جمهورك، وانت بقالك فتره كبيره جدا ما بتاخدش بطوله، انت اخر حاجه كانت 2015 بالظبط كده. فانت عندك النهارده وعندك حظك السيء انك كل ما بتقابل مصر بتخلص عليك، منها النهائي اللي كان معمول عندنا في مصر هنا. صح. فبالتالي انت عندك مشكله، لكن هو زي ما بيتكلم احمد في بعض المنتخبات
ممكن تعمل مشكله للفرق الكبيره. لكن دي خلاص اتقرصت، المنتخبات الكبيره اتقرصت، فخلاص بالنسبه لكل الحاجات دي ما تحصلش بسهوله. أوكي. يعني انا بعتقد ان ساعة العاج هتبقى حصان، الحصان اتعلموا من دروسه مش اسود، لكن يعني هو هيوصل لمراحل كبيره، ممكن يوصل للنهائي. عندك النهارده نرجع لاسك في البطوله الافريقيه، اسك كان بقاله ستين مش موجود. صح. البطوله دي لا ماشي كويس قوي، وماشي اول مجموعته وماشي بشكل قوي جدا في المجموعه بتاعته، وبنسبه كبيره هيوصل. بس كويس انك ذكرت الحته دي برضه يا كابتن سامي، اسك او الانديه الابيجانيه او افريكا سبورت واسك ابتدوا يعتمدوا على فكره الاكاديميات والتصدير وبتاع، فده رجع على المنتخب. لكن كهم كأندية يعني كانديه وبتوع افريقيا بتاع ما بقاش موجودين، غنى نفس الموضوع. لكن في الاخر مسمعين كويس قوي في المنتخبات، تصديري كتير ده بيطلع لك بدل النجم 10 نجوم كل سنه. ما هو ده اللي حصل بقى، التاثير اللي حصل على بطوله افريقيا، اصبح شمال افريقيا هو الاقوى في البطوله دي. عكس زمان ماشي. لو قبل الاحتراف وقبل ما زي ما انت بتتكلم كده تصدير اللعيبه وتبيع وتعمل مدارس بقى، مدارس الفرق الاوروبيه بتاع المدارس في الاكاديميات كل حته وتاخدها وتطلع بيهم، واللعيبه بتمشي بسرعه في سن صغير، ده وقع الانديه. صح. يبقى الفكر الاولاني اللعيب يطلع بره 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 قاره افريقيا كلها. مش بره السله، بره افريقيا. مفيد للمنتخب جدا انما مضر للنادي. ما هي دي على فكره. قيس على كده منتخبات، على منتخبات كبيره. صح. عندها لعيبه كتير جدا زي السنغال، السنغال كلها محترفين. لكن تبص على الانديه السنغاليه بتاعت افريقيا مش موجود، ولا الدوري بتاعها مش موجود، مش موجودين في افريقيا اساسا. غانا الدوري بتاعها ما بقاش جامد يعني. هو ده بقى، هي دي اللي احنا بنتكلم فيه. الدوري السنغالي 14 نادي منهم 8 اكاديميات. زي احنا بنقول فيها في انديه شركات عندنا مثلا هناك انديه اكاديميات. عشان كده قلت لك غانا، حط غانا كمان في الحته دي. عشان كده طلع مازيمبي، طلع يمكن الانديه بقى الانديه الاقوى دلوقتي، يمكن الاقوى دلوقتي بقى صن داونز، لكن المنتخب مش قوي. صح. يعني هي دي المشكله. صح. النادي قوي لكن المنتخب مش قوي. مازيمبي بتفرق. كونغ نفس الموضوع، عندك عندك فرقه قويه لكن عندك منتخب مش قوي. هو الحقيقه اللي بنتكلم عليه الجزئيه دي بتجاوب على السؤال، ليه منتخبات شمال ليه منتخبات غرب افريقيا، منتخبات افريقيا عموما عندها صعوبه كبيره انها تاخد البطوله، مش بالسهل. انديه شمال افريقيا تكوين الناشئين اصلا في شمال افريقيا، حتى اللي بيسافروا منهم بره، عارف في جينات بطل، في شخصيه بطل، القتال بتاعه اعلى والروح على العاليه، بيختاروا محترفين كويسين. بالظبط. يعني بيختاروا محترفين حتى بارقام قليله بس لعيبه كويسه، بيجيبوا من الاصل فبيجيبوا اسعار كويس. صحيح. غرب افريقيا تكوين وكله من هو 17 18 سنه بيبقى عايز توجهه لاوروبا، هو غير مهتم بافريقيا، غير مهتم باللعب في افريقيا، لكن اللعيب الشمال افريقي دايما افريقيا جواه. فشويه ده بيفرق في السطوه والشخصيه اللي بيفرضها. صح. في البطولات المجمعه زي المنتخبات دي. طب تعالى اسالك انا، اجيب على ابرز نجوم كوت ديفوار. طبعا. صحيح. عندهم في كل الخطوط لعيبه جامده، انما نمسك كده بعض الاسامي اللي منوره قوي. طبعا سيباستيان هالر معروف جدا وواحد من نجوم بروسيا دورتموند. طبعا فوفانا واحد من اللعيبه اللي كان متالق جدا حتى دلوقتي، وهو ما بياخدش وقت كتير في النصر لكنه بيظل اسم كبير. فرانك سي نفس الكلام. ويلي بولي طبعا نوتنغهام فورست، واحد من اللعيبه برضو اللي ماشيه كويس. سيرجيو اوريه خبرات كبيره جدا ودلوقتي مع نوتنغهام فورست. في كتير، في لعيبه كتير جدا منوره في كوت ديفوار، وعندهم عدد كبير جدا من المحترفين اللي عاملين تاثير في اوروبا، وده مدلهم جاء الى جانب الاستضافه، الارض، عنصر الارض والجمهور، لكن كمان عندهم عناصر مهمه جدا. صحيح. في كل الخطوط فريق قوي جدا على المستوى الفردي وحتى على المستوى الجماعي. يمكن من المنتخبات الافريقيه القليله اللي سيستم اللعب والجماعيه في الاداء موجوده. شفت لهم مباراه وديه قريب كانت امام المغرب، انتهت 1-1. المغرب تمكنت من التعادل في الدقائق الاخيره، ولكن الحقيقه كوت ديفوار قدرت تسيطر على الجيم وتحجم منتخب رابع العالم بقيمه وقوه المنتخب المغربي، وقدرت تفرض اسلوب وشخصيه كبيره جدا، رغم ان مدرب كوت ديفوار المدرب الفرنسي جان لويس جاسكي هو مش من الاسامي الكبيره في عالم التدريب. ولا حتى لما كان لاعب، وكل تدريبه الانديه محدوده او انديه صغيره في فرنسا، ما دربش حتى من فرق الصف، يمكن مونبلييه اكبر نادي دربه او حاجه. ولكن في النهايه قدر الراجل، وملوش تاريخ في افريقيا كبير، لكن قدر انه مع منتخب كوت ديفوار يشكل منتخب يحجم هذا الكم من النجوم. حقيقة المنتخب ده في لاعب ده هيبقى المدافع الافضل مش في افريقيا بقى، في اوروبا خلال سنتين ثلاثه. عثمان دياموندي ده مدافع سبورتنج لشبونه البرتغالي، وعليه خناقه كبيره الصيف الجاي. بالظبط كده. الله ينور عليك. عارف بقى يعني ايه مدافع كوير بلغه الكوره؟ يعني كابتن سامي لما كان بيلعب كده قال لك انا لما كان بيلعب كوره فطلع لعب ليبر خط وسط، ما كان بيلعب ليبر عشان يبقى في امكانيات كوره موجوده في الملعب. عثمان ده راجل قلب دفاع بقيمه صانع العاب. راجل قلب دفاع بقيمه لاعب خط وسط، جوده غير طبيعيه كريم بالكوره، بيساعد فريقه على فرض سيطره وهيمنه، قدره كبيره على يعني راجل دقه تمريراته القصيره 98% دقه تمريراته المتوسطه اللي هي في رينج ال 20 متر 97%. دقه تمريراته الطويله بيتخطى ال 50%.
قيمه كبيره جدا بالكوره، التيك اونز، الراجل بيحط كوره تحت رجله، بيقطع خطوط بالكوره، بيتخطى لاعبين من المنافس، البروجريسيف باسز او التمريرات التقدميه الاماميه اللي بتكسر خطوط وتخرج لاعبين من المنافس، عدد كبير جدا في كل المباريات، قيمه كبيره اضافها لسبورتنج لشبونه، هيبقى عليه خناقه كبيره جدا. صح. في الصيف اللي جاي هي ابتدت من دلوقتي، عنده 20 سنه، عنده 20 سنه، بنتكلم ان الراجل ده لو ما يوصل 22 سنه ولا حاجه، 23 سنه بالكتير، هيبقى واحد من اكبر واهم المدافعين في الدوريات الاوروبيه، مش بس على مستوى منتخب كوت ديفوار. ده انت شايف انه ممكن يبقى ابرز نجم عندهم؟ ده ابرز نجم. أوكي. هيكون ده الاسم الغير متوقع طبعا، بجانب كل الاسامي اللي قلتها معروفة. عندهم 3 4 لعيبه بيلعبوا في فريق واحد، نوتنغهام فورست في انجلترا، ابراهيم سنجاري اللي جاي من الدوري الهولندي راح نوتنغهام فورست، هيبقى موجود مع نونو سانتو كمان في الفتره اللي جايه، هيفرض قوه كبيره في الدوري الانجليزي، وهيبقى اضافه. ابراهيم بالمناسبه سنجاري كان خطر جدا على منتخب مصر البطوله اللي فاتت في مباراه دور 16، كان اخطر من فرانك سيحت. هالر يمكن شارك برضو على فترات في البطوله اللي فاتت، ولكن هالر استعاد الفتره الاخيره مستواه مع دورتموند. حقيقه منتخب كبير ومن المرشحين بقوه، وكل لاعبين نجوم في كل خطوط، يمكن حراسه مرمام شويه بدره عالي كالعاده يعني. حارس كبير ولكن يعني عجوز في السن، حاليا محترف سيخون يونايتد في جنوب افريقيا، نادي اول مره نسمع عنه عشان اشترك في الكونفدراليه السنه دي. صح. شويه يحيى فوفانا من انجيف فرنسا، يمكن يحيى فوفانا يبدا ياخد، بس الى الان هل بقى الراجل المدرب الفرنسي ما تقدرش تحدد مين اساسي، لكن الاقرب ان بدره عالي الحارس الكبير استغلالا يعني لخبرته وتجاربه الافريقيه يكون هو حارس المنتخب. خلينا نشوف المنتخب الثاني، طبعا هو ايضا احد المرشحين وبقوه، منتخب نيجيريا. طبعا النسور الخضراء تصنيفهم العالمي رقم 42 عالميا، السادس على افريقيا، 19 مشاركه قبل كده، بطل الامم افريقيا 3 مرات سنه 80 و94 و2013. مدربهم طبعا هو البرتغالي خوسيه بيسيرو، المدير الفني السابق او الاسبق للنادي الاهلي. في تصفيات كاس الامم الاخيره او في كاس الامم الاخيره خرج من دور ال 16 قدام تونس، تصفيات كاس العالم مركز ثالث دلوقتي ومقدمين فتره صعبه جدا، اتعادلوا مع ليسوتو وتعادلوا مع زيمبابوي. متوسط اعمار المنتخب 26 سنه ونص، عندهم طبعا نجوم كبيره جدا ومتالقين جدا السنه دي، فيكتور اوسمان نجم نابولي، اليكس ايوبي نجم فولم الانجليزي، صامويل تشكويزي نجم اي سي ميلان، عمر صادق نجم ريال سوسيداد، موزيس سايمون نجم نونت الفرنسي، احمد موسى، عندهم نجوم كبيره وكتيره جدا والقيمه التسويقيه الاعلى، لكن دايما عندهم المشكله اللي قلت لكم عليها من شويه دي، ان هم بيجوا هنا وهم مش قلبهم قوي على الحكايه. هل نيجيريا في ظل كمان البدايه الصعبه في التصفيات، في ظل التالق الكبير اللي لعبته في اوروبا، بتشوفوا ازاي ممكن يعملوا ايه في البطوله دي؟ بص يا كريم، يمكن انت لما تيجي تبص حتى للبطولات بتاعتهم على مستوى الافريقي، عندهم مشكله كبيره جدا اخر بطوله 2013. يعني دي مشكله محير جدا، يعني منتخب بيوصل لفترات كاس عالم كان متالق جدا في كاس عالم، الفترات اللي كان بيروحها امم افريقيا كان مرشح من الفرق المرشحه، طول عمره بيجيب افضل لعيبه في افريقيا. يعني طول عمره منتخب النيجيري هو افضل منتخب في افريقيا بيطلع لعيبه. صح. يعني ما تيجي تفتكر السوقيه في افريقيا على منتخب، ولما تيجي تبص الاجيال بتاعتهم، لا افضل لعيبه طول الوقت عندهم لعيبه على طول. صح. على طول. صح. عندهم طبعا انا كان بيلعب معايا لو ايمانويل في مصر، ايمانويل من الناس اللي كان طبعا وكان مسك المنتخب الاولمبي بتاع نيجيريا وراح عمل بوم ميداليه وبتاع، هم طول عمرهم بيوصلوا لمراحل كبيره جدا في البطولات الكبيره. صح. لكن لما تيجي تبص على منتخب زي ما انت كنت بتتكلم، امم افريقيا بالنسبه لهم لا مش لا. زي كاس العالم، مش عندي مشكله. صح. في بعض اللعيبه لما بتمشي، ومش من نيجيريا بس، لما بتخرج بطوله افريقيا المكان بتاعه بيتاخد، ودي ازمه كبيره جدا. لو ما كانش لعيب تقيل ولعيب زي مثلا محمد صلاح ولعيب فارق زي ما اوسمين او الناس دي كلها، ممكن يرجع فريقه ماليش مكان. صح. لانه بيبداوا يجوا في يناير يدوروا على لعيب يسد المكان، يحل ده يحل المشكله. فاصبح في لعيبه في انديه كبيره خلاص ما بترضاش تيجي. صح. تقول لك انا هعتذر، احسن لي ما يروحش بدل ما ده اللي حصل مكاني. السنه دي كمان في بعض اللعيبه اعتذرت عن البطوله، ده على طول بيحصل السنه. فعشان كده منتخب نيجيريا 2000 لما تيجي تقول اسم نيجيريا لازم تقول فرقه كبيره قوي. طب. لكن تيجي بص للتاريخ اخر حاجه 2013، يعني ايه المنتخب ده؟ ايه المنتخب اللي احنا بنقول عليه من اعظم المنتخبات، المرشح على طول في كل البطولات ذهبيه والانتياد وبتاعه، وفي الاخر خلاص هو اخر حاجه 2013، لكن يظل دايما هو منتخب مرشح. اوكي. يظل دايما ان ممكن فجاه تلاقيه وصل والنهايات وخد خد لمسافه بعيده. لكن هو عنده زي ما بتقول اكبر قيمه تسويقيه موجوده في اللعيبه، عنده اثنين من اعلى القيمه التسويقيه، اغلى 10 لعيبه موجودين في البطوله برضه في نيجيريا، فلا مرشح وفرقه تقيله. لكن انا زي احنا كنا بنتكلم، لا انا بقول ان نيجيريا وسهل عاد دول من مجموعه صاعدين كده، صعب تلاقي المفاجآت. اوكي. لكن ابرز النجوم بقى نجيب، انت بتتكلم في خط هجوم ناري، يعني انت هياناتشو ده يعني اللي هو مثلا السادس او السابع، لكن تشكويزي، موزيس سايمون، فيكتور اوسمان،
لوكمان، فيكتور بونيفيس، عمر صادق، احمد موسى. احمد موسى كمان يعتبر السابع او الثامن في الترتيب، خلاص بقى بيعجز احمد موسى دلوقتي. الخبره بقى اللي شايل المجموعه دي تخيل يعني برضه ليه امتى يعني. اسرع اللعيبه في افريقيا هو بقى اللي شايل المجموعه دي كده. لكن قصدي ان الفرقه برضه فرقه جامده جدا على كل المستويات. طيب في اسم احط تحتيه خمس ست خطوط كده، فيكتور بونيفيس طبعا مهاجم باير ليفركوزن اللي عامل موسم عبقري، بيقود باير ليفركوزن لصداره الدوري الالماني طبعا، على حساب بايرن ميونخ وعلى حساب روسيا دورتموند وعلى حساب اسامي ثانيه كتير. وما كانت اجوان بالظبط كده، هي كانت اجوان بمعنى الكلمه. يعني الراجل ده حقيقه انا لما شفت فيكتور بونيفيس ده تخيلته مش نيجيري. أوه. بجد يعني انا انا لا اثق في لاعب نيجيري، يعني ما اثقش في استمراريه لاعب نيجيري. ايوه صح، يعني انا بعتبر ان اللعيب النيجيري دايما هو طفره بيطلع، هم عشان سنه عندهم سنتين بالظبط كده ياخد عرض كويس وشكرا حلوه خلاص الحافز عنده بينتهي. صح. هو حقق ما يصبو اليه يعني في افريقيا، لعب مع منتخب بلده خمس ست ماتشات كويسين قوي، بطوله 80 اللي اخذوها صحيح. وهم هم ما عندهمش كمان يعني، انت بص انت قريت 8 اسامي، اي حد فيهم اي فريق في اوروبا يتمنى يبقى قلب هجومه. احنا ورايا 8 اسامي، طب مين هيلعب؟ مين هيلعب؟ بنخرج بره القايمه اصلا. فهم القتال على المركز في المنتخب مش مهم، لانه في النهايه مش هيجيب له الفلوس اللي هو منتظرها او المجد اللي هو منتظره، لا خالص هو هيركز في اوروبا. فيكتور بونيفيس انا لما شفته شفت استمراريته في الدوري الالماني يعني، وعرفت انه نيجيري بعد كده تعجبت الحقيقه، قلت ده مش شبههم. فهل ده بقى يبقى هو اللاعب اللي يخلي بيسيرو يحتفظ باماله او استمرار قيادته منتخب نيجيريا؟ بيسيرو جاي من فصلين بايخين وحشين قوي، التعادل مع زيمبابوي والتعادل مع لسوتو في تصفيات كاس العالم. يعني انت بتتكلم انك في مجموعه في تصفيات سهله وانت تالت على ملعبك كمان، وانت تالت مجموعه. هي بيسيرو كان موجود على راس القياده الفنيه لمنتخب نيجيريا من المدرجات في البطوله السابقه لما فازوا على منتخب مصر في افتتاح المجموعه وتصدروها، ثم باداء باهت في دور ال 16 تونس قالت لهم مع السلامه اتفضلوا سيبوا البطوله. صح. مش عايزين نشوفكم معانا اكتر من كده، وغادرت نيجيريا برضه. يعني طبعا تونس فريق كبير، ولكن نيجيريا هي صاحبه اليد العليا. تونس تاهل كان صعب وكان اداء سيء لتونس مع مع المدربين. مع تونس بقى لها فتره الحقيقه منتخبها عموما مستوى نازل، الاعتماد على المحليين بيزيد، مستوى المحترفين ما نفتكرش مين يعني ابرز محترف في تونس في اوروبا او اسم كبير. اهم محترفينهم معلول والجزيري والمساكني كلهم بيلعبوا في دول عربيه. الاغلبيه هنا في مصر بالظبط. فتونس ما بقتش بنفس القدره الكبيره على وجود لاعبين كويسين واجيال ممتده ومتواصله زي زمان، بالعكس ده في فراغ دلوقتي في الاجيال القويه من تونس. ورغم ذلك تونس من سنتين خرج نيجيريا، بتخرج نيجيريا ونيجيريا كانت بسكواد شبه السكواد اللي موجود في هذا الموسم. طول عمرهم بالظبط انا عمري ما شفت لهم بطوله سكوادهم ضعيف. صحيح صحيح بالظبط. حتى لو نتائجهم وحشه خرجوا من الدور الاول، لا تلاقي الفرقه فيها 10 12 نجم جامدين جدا. صحيح. والاسامي اللي موجوده دلوقتي كمان عندك اسامي في البريمير ليج كويسه جدا. دايما بحب اضرب مثل بالبريمير ليج من اعلى المستويات التنافسيه في العالم. فاللعيب اللي جاي هناك تعرف يعني عندك لعيبه موجودين في اونيكو بتاع نوتنغهام فورست بيلعب في خط الوسط، ايوبي من 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 فولهام، اولي اينا من فولهام، اسف من نوتنغهام فورست برضو. فالحقيقه في اسامي جيده جدا، غير طبعا الخط الهجوم اللي اتكلمنا عليه. نيجيريا مرشح، بس ما تخافش على نيجيريا غير من نيجيريا. صح، غير من لاعبتها بالظبط. في الحاله ولا مش في الحاله؟ زي ما كابتن سامي قال، هما دايما مركزين في البطولات الكبيره، كاس العالم يروحوا هناك ورايقين وفايقين وبيكسبوا مش عارف ايطاليا ويعملوا مين ويقدموا ايه قدام الارجنتين ويعملوا ايه قدام البرازيل. انما تيجي في كاس الامم قدام بقى غينيا وقدام الحاجات دي تلاقيهم مش موجودين. هي عشان هو بيبقى اندر دوج، هو في كاس العالم برضه بيبقى فريق غير مرشح. طبعا برضه كانوا في الفتره دي عندهم جيل مرعب. لا ده مرعب، جيل مش طبيعي مرعب. ده يعني كل جيل هتمسك نيجيريا هتلاقي دايما عندهم ده الجول دخل فيهم. دي زامبيا، ده اللي جاليتانا، ده نمره 3 قلب دفاع زامبيا. زامبيا اتقدمت 1-0 ده الفاينل، بعدين نيجيريا بجولين مباشره وفازت نيجيريا بالبطوله 2 وايمانويل امونيكي اللي سجل هدفين. ايوه ده الفاينل ده. انا يعني فاكره نيجيريا كنا كانت معانا في المجموعه في البطوله دي. كان منتخب مصر ساعتها قاده كان دكتور طه اسماعيل، كان هو مدير فني منتخب مصر. وتعادلنا 0-0 مع نيجيريا في المجموعه دي، ومن اهم الاحداث يعني كانت شوطه من نص الملعب عارف خبطت في عرض الكابتن شوبير ورجعت نص الملعب تاني. كانت رشيد ياكيني شاط شوطه قويه. رشيد ياكيني برده كان مغول يعني مش لعيب عادي. ده صنديق وليسي. صنديق وليسي طبعا طبعا صنديق وليسي. وادي الجون الثاني من دول امونيكا اهو. لا فرقه ثقيله جدا ودايما موجودين. انما فعلا راحوا كاس العالم بعدها باربع شهور دغدغوا الدنيا. لعبوا مع الارجنتين ومع ايطاليا دايما في الحاجات العالميه حاطين رجلهم في دور الثمانيه. روبرتو باجي جابهم الطياره ايطاليا خلاص في الاخر. انما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، هل هيقدروا يوصلوا بعيد ولا لا؟ اعلامهم مش واثق قوي خلي بالك. يعني اعلام كوت ديفوار
بما ان احنا بنتكلم في المجموعه الاولى، اعلام كوت ديفوار واثق جدا ان المنتخب هيقدم بطوله جامده والجمهور هيبقى موجود وهيتبسط وحاجات كده، انما اعلام نيجيريا مش واثق قوي رغم ان هم عندهم لعيبه كتير جامده، لعيبه كتير مؤثره، لعيبه كتير اقوياء جدا في اوروبا وعاملين مستويات كبيره جدا جدا جدا. المنتخب النيجيري والمنتخب الايفواري تعتبر مجموعتهم في المتناول بالنسبه لهم، لكن هل يحصل مفاجاه ولا لا؟ تعالوا نطلع لفاصل وبعدها نعرف غينيا بساو وغينيا الاستوائيه عندهم ايه يقدمه لنا في كان 2023. برحب بحضراتكم من جديد. المجموعه الاولى كوت ديفوار خلصناها، نيجيريا خلصناها، فاضل الغينيتين غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. تعالوا نبدا بغينيا الاستوائيه اللي مدربهم هو خوان ميشا اوبيانج، لقبهم الرعد الوطني، تصنيفهم العالمي 88، تصنيفهم القاري 18، شاركوا قبل كده ثلاث مرات، شاركوا ثلاث مرات بس 2012 و15 و2021. عدد مباراته في كاس الامم 15 مباراة، فازوا 6 مرات وتعادلوا 4 وخسروا 5، سجلوا 11 واستقبلوا 14. أحسن مركز حققوه كان في 2015 لما أخدوا الرابع وخرجوا من دور الثمانية قدام السنغال في البطولة الأخيرة. في تصفيات كأس العالم بيتواجد حاليا في المركز الأول مناصفة مع تونس برصيد 6 نقط بعد ما فازوا على ناميبيا وليبيريا. متوسط أعمارهم 24 سنة، أبرز لاعبتهم بيدرو أوبيانج لاعب ساسولو، وسول كوكو لاعب لاس بالماس الاسباني، وفيدريكو بيكورو لاعب الافريقي، وده اكتر لاعب شارك مع المنتخب في 42 مباراه دوليه، وايميليو انسو لاعب انتر سيتي الاسباني، وده هداف المنتخب ب 14 هدف. كابتن سامي، اعتقد ان المنتخب مش شرس، يعني هو ممكن يبقى فكره انه كمان في تصفيات كاس العالم واخد مركز اول لحد دلوقتي، فاز على ناميبيا وليبيريا وبيتشارك على القمه مع تونس، تديله دفعه ماشي حلو ده وياخد دفعه ويخش ويحاول يقدم مباراه كويسه، انما تاريخه ضعيف، نجومه المحترفين في اوروبا او محترفين بصفه عامه يعني ما هماش يعني مؤثرين قوي، فما اعتقدش ان هم حتى لو تاهلوا حتى لو تالت يعني ان هم هيروحوا بعيد، وهو ده اللي هيلعب عليه، يعني هو ده اللي هيلعب على انه يطلع تاني. انت لما تيجي تبص عنده التاريخ بتاعه، واخد يعني افضل حاجه كان المركز الرابع في 2015، يعني عنده ميزه انه بيوصل لمراحل بعيده. اوكي. في البطوله بتاعه كاس العالم كسبان فرقتين ناميبيا وليبيريا، فعنده ثقه في نفسه داخل على البطوله جاهز. ماشي. زي ما اتكلمنا عنده منتخبين تقال جدا، كوت ديفوار ونيجيريا، دول مرشحين اول او ثاني، او سواء نيجيريا الاول او كوت ديفوار. يكسب غينيا بيساو مثلا سكور ويخسر من حد منهم كويس، ويحاول او يتعادل، يخطف تعادل مع حد فيهم او حاجه، يبقى طالع مثلا مركز ثالث، ده تديله زي ما بنتكلم، ده اللي بيلعب عليه بنسبه كبيره جدا. ويجي لنا احنا بقى، لانه غالبا ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم مع احمد، حتى هو كان عامل حاجه كده معاه في الورق، ان احنا بنشوف احتمال يبقى الثالث بتاع المجموعه دي لاعب منتخب مصر. صح. لو طلع اول، لو تصدرنا، لو تصدرنا المجموعه، فدي تبقى ميزه بالنسبه لك، ان يطلع الثالث من المجموعه دي. بالظبط كده، يعني نتمنى ان الثالث يطلع من المجموعه دي. وده خليني اسالك يا نجيب، غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو الاثنين تقريبا في نفس المنطقه، يعني الاثنين في نفس القوه تقريبا، نفس الشراسه يعني، ولكن غينيا الاستوائيه يعني بدات التطور بدري شويه عن غينيا بيساو. ما ننساش ان غينيا الاستوائيه كانت تواجدت في البطوله الاخيره، ضايقت الجزائر جامد، وكانت سبب في اقصاء الجزائر من البطوله. لا، ما هو بقاش في فرق ضعيفه، يعني فرق ضعيفه بتاعت زمان اللي بنشيله 8 وكده مش موجودين خالص. واجهوا السنغال، والسنغال هزمتهم في الدور الثاني او في دور خرجت من دور الثمانيه كمان، من السنغال تخطت يعني ووصلت دور الثمانيه قدام السنغال، فهي وصل لما البطوله كانت في ملعبها، راحت لغايه السيمي فاينل وكانت مخرجه تونس. أوكي. بالمناسبه هم غينيا الاستوائيه هي القطه السوداء بتاعه تونس، لما يلعبوا مع تونس يعني بيرازوا تونس. يعني حتى في مجموعه التصفيات زي ما قلت لك تبادلوا الفوز ذهابا وايابا، هم حاليا في مجموعه تصفيات كاس العالم مع تونس. في 2015 كانوا مخرجين تونس في مباراه كان فيها فضيحه تحكيميه واضحه. أيوه. جدا كده مشهوره يعني. حاليا مناصفه مع تونس بيتصدروا مجموعه تصفيات كاس العالم. ما عندهمش لاعب مميز زي ما قلنا، يمكن ايميليانو انسو لاعب اللي بيلعب موجود في الدوري الاسباني، حتى مش في الليجا يعني. مش في الدرجه الاولى، بس هم فريق النجم بتاعه هو الجماعيه. صح. الحاله الجماعيه والقدره على ان هم ما يغلطوش قبل المنافس. يقللوا معدل اخطائهم، بيعرفوا يلعبوا بخط دفاع متكتل، بيعرفوا يلعبوا خط دفاع متقدم، الحقيقه عندهم مرونه تكتيكيه جيده جدا. فاحنا قدام فريق اعتاد مواجهه الكبار، موجود 2012 2015 2021،
متصدر مجموعته في تصفيات كاس العالم، طوروا بسرعه جدا بالظبط. يعني من منتخب مش موجود في اي حاجه بالظبط، منتخب موجود واوكي يعني برضه بيغلس عليك ساعات بالظبط. حته ان هم سبقوا غينيا بيساو في التطور دي اللي تخليني افضلهم او ارشحهم يطلعوا تالت على حساب غينيا بيساو. بس هم عندهم مهمه او تحدي واضح جدا، لازم يتفوقوا على غينيا بيساو. يعني لو ما تفوقوش على غينيا بيساو لو الاثنين تعادلوا يثقوا ان هم خرجوا من البطوله. صح. مفيش تالت احسن توالت هيتاهل اقل من 3 نقاط مثلا او اقل من 4 نقاط، فيجب ان هم يقدروا يتخطوا العقبه دي. طيب ده فيما يخص غينيا الاستوائيه. تعالوا برضو ناخد غينيا بيساو قبل ما ندخل على يعني تفاصيل اكتر في حته ثانيه. انما غينيا بيساو اللي نجيب دلوقتي كان بيقارن ما بينها وما بين غينيا الاستوائيه، طبعا احنا شايفين على الشاشه غينيا الاستوائيه واحده من الفرق اللي دايما موجوده يعني في السنين الاخيره. غينيا بيساو بقى مديرهم الفني هو باسيرو كاندي، لقبهم التعالب، تصنيفهم العالمي 103 عالميا، 21 قاريا، اتأهلوا لكأس الأمم 3 مرات هما كمان 17 19 21، يعني آخر 3 بطولات ما تخطوش دور المجموعات طول عمرهم. في الثلاث مرات ما تخطوش دور المجموعات. عدد مبارياتهم لعبوا 9 ماتشات في كأس الأمم، خسروا 9 أو عفوا ما فازوش ولا مرة، لكنهم اتعادلوا 3 وخسروا 6، سجلوا هدفين فقط واستقبلوا 12 هدف، خرجوا من الدور الأول زي ما قلت لكم في اللي فاتت. في تصفيات كأس العالم هم مركز ثالث ب4 نقط بعد ما كسبوا جيبوتي 1-0 وتعادلوا مع بوركينا فاسو 0-0. متوسط أعمارهم 25 سنة، ما عندهمش لعيبة كتير جامدة. مامادي كامارا لاعب ريدينج في إنجلترا، ماما بالدي لاعب أولمبيك ليون في فرنسا، ودجاسي لاعب نجران السعودي. كابتن سامي أعتقد بأنهم برضو منتخب يعتبر اتطور لانه تواجد اصلا في كاس الامم قبل كده، عمره ما تاهل قبل 2017، فهو تاريخه حديث، محترفينه يعني متوسطين، وبالتالي هم ما فيش خوف منهم يعني. لا هو يمكن كنا بنتكلم من شويه هم ممكن يكونوا حصلت المجموعه يعني ممكن. هو ممكن لو اتكلمنا على 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 غينيا، غينيا الاستوائيه ان هي ممكن تطلع تالت على حساب غينيا بيساو. يعني انت النهارده كنا بنتكلم على حته ان هي دي هتبقى اخر فرقه في المجموعه. صحيح. بحته ان هو كمان ما كسبش ولا مباراه في الثلاث بطولات. يعني هو اول مشاركه ليه كانت 17. صح. 17 19 21، كل مشاركه منتظمه. يعني ما دي الميزه، تطور مش واحد عندك تطور وتصفيات كاس العالم. انت بتتكلم الماتشين انت فوز وتعادل، انت برضو احنا بنتكلم على الفرق اللي ممكن تبقى ليها في المجموعات تقل. يمكن احمد كان يتكلم على الجزائر بس من مجموعه الجزائر. لا بوركينا فاسو كمان فرق بقى لها فتره بتتعب كل الفرق، تطوروا جدا في فتره قصيره وفي نفس الوقت بقوا متعبين. والبطوله اللي فاتت اعتقد وصلوا قبل النهائي. بوركينا لعبت السنغال. لا لعبوا ثالث ورابع ما هو خرجت مثلا كده في السيمي فاينل، وبقى لهم فتره بتوصل لمراحل بعيده في البطوله. صح. تطوروا جدا في فرق تطورت مع نيجيريا. لكن غينيا لما نيجي نتكلم على غينيا بس لا ما فيش تطوير يعني، ولا هفوز في الثلاث بطولات. بس بالنسبه لامكانياتهم ان هم يتواجدوا اصلا في كاس الامم ده كويس. ما كويس، لكن انت بتتكلم على ثلاث بطولات ما فيش فوز، ما فيش حاجه خالص. يعني بتتكلم على كام مباراه؟ 9 مباريات ما فيهمش ولا فوز. فيديك مدلول ان هي فرقه صغيره، فرقه ممكن زي ما اتكلمنا غينيا الاستوائيه تصعد على حسابها ثالث لو عملت مباراه كويسه. لا انا بعتقد ان دي هتبقى اخر مجموعه يعني. وطبعا عندهم ابننا ابن الدوري المصري جيفرس سينكادو طبعا، ولا لا لاعب اساسي في المنتخب ويعتبر من نجوم منتخب. لعيب كويس والله يا نجيب. جيفرس لعيب كويس طبعا يعني، بس السنه دي مستواه هبط، قل شويه من يعني السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان هايل، باك يمين ورائع وعمل نقله. السنه دي لا، الفرقه كلها وحشه بالظبط، فواخده وقع يعني. هو مستواه قليل جدا مع الفرقه. صح جدا. ترتيب الماتشات بقى هيبقى ريفرنس مهم في المجموعه دي. حقيقة برضو في حاجه غريبه سادي في المعتاد، الاثنين الكبار بيلعبوا بعض اخر جوله. فيحسموا مين الاول ومين الثاني. مصر هتلعب غانا في الجوله الثانيه. كوت ديفوار هتلعب نيجيريا في الجوله الثانيه اللي هي نفس الجوله اللي غينيا بيساو غينيا اكواتوريال الاستوائيه يلعبوا بعض. فترتيب المباريات هنا مهم يفرق. يعني انت بتتكلم ان غينيا بيساو هتبدا مع ساحل، هتبدا الافتتاح مع كوت ديفوار، بعدين هتلعب غينيا للسؤال منافسها المباشر على المركز الثالث، بعدين تختم بنيجيريا مباراه غالبا هتبقى معدومه الامال بالنسبه لغينيا بيساو. ليه غينيا بيساو؟ غينيا استوائيه مهمه لينا كمصريين. منتخب مصر اذا ربنا اراد ان شاء الله يعني وتصدر مجموعته ان شاء الله، فهو هيواجه واحد من ثلاثه، ثالث المجموعه الثالثه، اسف متصدر المجموعه الثانيه اللي هو مصر، هيواجه ثالث الاولى او ثالث الثالثه او ثالث الرابعه. فثالث الاولى ده بنتكلم في غينيا بيساو الاستوائيه، منافس محتمل. اوكي، منافس محتمل ماشي. ثالث المجموعه الاولى ماشي، اللي هو يا غينيا بيساو يا غينيا الاستوائيه. وانت بالنسبه لك تفضل انه الاستوائيه مش بيساو؟
انا اتوقع الاستوائيه وافضل بيساوي، افضل يبقى فيكنت، افضل ما لعبش حد، افضل ما حدش يطلع يعني ماشي. الفريق اللي يصعد ما يجيش، بس اتوقع الاستوائيه وتفضل بيساوي طبعا. يعني هو الاستوائيه في النهايه يعني لو قارنت ما بين الاثنين لاعبين وفريق وخبرات، هما طيبين برضو يعني مش 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 خصم يخوف يعني. الفريق الفريق اللي عارف انا لو خدتها زي ما انت بتتكلم كده المباراه تبقى صعبه والله. طبعا لسه اقول المباراه صعبه، مباراه قويه عشان اللعيبه تهتم بالمباراه. لو خدت الخصم، لو خدت الخصم يعني. لا ما في، على فكره ما احنا قلنا الجزائر خرجت من البطوله اللي فاتت عشان استسهلت المجموعه نفسها، صح المجموعة. ما نستسهلش ساعات لما اللعيبه بتستسهل بتصعب الامور عليك، صح. والاصعب بالنسبه لك الصغير، الكبير انت بتحترمه قوي وبتركز قوي وبتقابله قوه بقوه. ايوه فاهم، فاهم ازاي. لكن الصغير بتخش انت باعلى ومصدق وعايش، فهو يبقى معنوياته اعلى، الحماس عنده بيبقى اقوى، فممكن يعمل معاك مشكله. انا ليه بفضل واحد من الاثنين؟ لان البديل هيبقى مين؟ يعني لو مش غينيا ولا غينيا تاهله، ما خدناش ثالث من المجموعه دي. تعالى قول لي كده، بديل يا ثالث الثالثه يا ثالث الرابعه. ثالث الثالثه مين؟ الثالثه دي فيها مين؟ سنغال، كاميرون، غينيا، جامبيا. فغينيا وجامبيا تقال، غينيا وجامبيا اتقل من غينيا وغينيا. طبعا، لان غينيا كانت معاك في التصفيات وانت عارفها، ونابي كيتا بقى وبدار علي والاسامي دي كلها. وجامبيا احسن اكتر فريق افريقي تطور في السنوات الاخيره، وصل لغايه دور الثمانيه في البطوله اللي فاتت. صح، فاحنا بنتكلم في فريق مميز جدا جدا وعمل البطوله هايله، كان واجه تونس واجه فرق كبيره، كان موجود في حتى البطوله كانت في مصر. مين بقى ثالث المجموعه الرابعه؟ مين بقى المجموعه الرابعه اللي بتضم اصلا الجزائر، موريتانيا، انجولا، بوركينا. طلع الجزائر على جنب، فالثالث هيبقى واحد من موريتانيا، انجولا، بوركينا. وبنسبه كبيره كلهم بوركينا، بوركينا يعني تتاهل عادي. بوركينا تاني، بس موريتانيا وانجولا افضل من غينيا الاستوائيه. اقوى يعني من غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. انجولا ماشي، بس موريتانيا اقوى من غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. تطورت، تطورت جدا جدا جدا، عندهم فريق نواذيب وبيشارك في دوري الابطال بانتظام، بس طيبين برضو، لكن موجودين موجودين. لكن انا افضل، انا افضل الحقيقه غينيا وغينيا، يعني غينيا الاستوائيه غينيا بيساو هم المنافس المفضل المحتمل بالنسبه لي لمواجهه منتخب مصر، واكتر حاجه اتمناها يعني غينيا بيساو طبعا. طب كابتن سامي، عايز ارجع لك في نقطه انت قلتها من شويه، فكره في المنتخب اللعيبه بتبقى عندها نفس الاحساس بتاع وانت في النادي. يعني الاهلي او الزمالك بيلعبوا فرقه من بعيد، فرقه من دوري صغير ما فيهاش محترفين بتاع، بيبقى ساعات اللعيب حاسس ان هو انا في نادي، انا نجم يعني، زي انا حصل مع ارتا سولار كده بالظبط كده، صعبت عليك الحكايه. خسرت هناك وجيت هناك كسبت بصعوبه. لا داتشا لو تفتكر خرجتك برضه بالظبط كده، بالظبط كده، دايما بتحصل. دايما ده اللي بتكلم في المنتخب بيحصل نفس الاحساس ده. بص، حسب حسب اللعيبه اللي موجوده، حسب النوعيه ماشي. حسب الكباتن الكبار اللي هم بيلموا، ما هو دول برضه زي محمد صلاح. محمد صلاح مدي دفعه كبيره جدا للمنتخب، محمد صلاح عنده مشكله، محمد صلاح ما خدش بطوله، ودي اثرت معاه في التصنيف اللي احسن لعيب في العالم كان ممكن ياخدها لو وصل كاس عالم، لو كان خد بطوله افريقيا، لو خد حاجه من الحاجات الكبيره. عشان كده هو محمد صلاح شايل حمل كبير جدا، بس شادد المنتخب كله معاه، لانه بينزل ماتشات ما بيهزرش. فبالتالي لما بتشوف الكبير او اللاعب اللي جاي لك عشان يلعب معاك شادد ومشدود وشادد الفرقه، انت نفسك بتقاتل. لما الكبير بتاعك الكبار بتوعك، لما يكون واحد زي مثلا زي حجاز، انا بتكلم على الناس اللي هي شادين الفرقه والخبرات يعني. الكبيره بتقول لك لا وما نخسرش وبتاع، وعندك قوه بقوه محمد صلاح، لما يخرج من الادوار القريبه دي انت بتصعب عليه. فانت النهارده بتقف جنبه عشان عايز توصله ياخد بطوله. طب برضو اهم اللعيبه اللي زي صلاح وحجازي والشناوي واللعيبه الكبيره، ولا روي فيتوريا نفسه؟ لا، ما هو روي فيتوريا، بص فيتوريا، روي فيتوريا انا مستمتع بتكتيك بتاعه ماشي. هو راجل عارف امكانياته فبيشتغل عد المنافس، حلو. طريقه اللعبه عنده اكتر من طريقه، حلو. يا 3 يا اما 4 3 3، يا اما بيشتغل بثلاثات من الاطراف، ثلاثات، واحد يشتغل مع الجبهه والتاني يشتغل مع الجبهه، يا الاثنين يخشوا ما بين محمد صلاح مثلا ومرموش ب 4 1 4 1، يا اما بيطير الباكين اللي هما الطرفين زي ما كان بيعمل مثلا مع عمر كمال وفتوح، وتدخل محمد صلاح وتريزيجيه مع مصطفى محمد، يبقوا ثلاثه فراوده واثنين طرف وثلاثه ونص ملعب بيامنهم. هو عنده اكثر من طريقه. لو بس انا بتكلم هنا على رؤيته للبطوله يعني، برضو انت يعني مثلا عشان كده انا بقول لك كابتن جوهري لما يبقى واقف معاك في كاس الامم، هو شاف الفرق وحافظها وعارف الثقافات وعارف مين جامد ومين مش جامد ومين يتقال له ايه، وهو وصل التوليفه. انما هل فيتوريا عنده الخبره بتاعت بطوله زي دي؟ سيبك من الخبره، هو وصل التوليفه بتاعت الفرقه. يعني امتى لاعب احمد حمدي، محمد حمدي ومعاه ناحيه اليمين محمد هاني؟ طب انا ممكن استاذنك ناخد تليفون مهم جدا ونرجع نكمل كلامنا. واحد من نجوم منتخب نيجيريا كنا لسه بنتكلم عليهم من شويه، دايما عندهم اجيال قويه جدا جدا جدا، واحد من النجوم اللي كل المصريين عارفينه وحافظينه لانه كان في جيل قوي جدا، جاربا لوال، واحد من جيل عظيم لنيجيريا حقق معاهم حاجات كتيره جدا. فتعالوا نرحب بيه. جاربا لوال، سعداء بوجودك معانا على اون تايم سبورتس.
Very happy to have you, Muhammad, and with your colleague there. كم وكل وتحياتي لحضرتك ولكل زملائك. كيف ترى كأس الأمم الإفريقية القادمة والمرشحين من وجهة نظرك؟ ستكون بطولة صعبة. المغرب جيدة جدا، نيجيريا جيدة جدا، تونس، الجزائر، السنغال، مالي، الكثير وكوت ديفوار والكاميرون، العديد من الفرق القوية والكبيرة في هذه البطولة. أعتقد أنها ستكون هي قمة البطولات الأفريقية. طب كيف ترى منتخب بلادك، منتخب نيجيريا؟ هل بتعتبره منتخب مرشح وبقوة لحصد لقب البطولة، بما أنك بتضم كمنتخب أسماء متألقة جدا، اللاعب الأفضل في إفريقيا وبعض المتألقين الآخرين يعني؟ نعم هذا صحيح، لدينا أفضل لاعب في إفريقيا، ولكن الأفضل لاعب لا يلعب وحده. كرة القدم هي كرة فريق، كرة جماعية، لعبة جماعية، 11 لاعبا أمام 11 لاعبا. أعتقد أن هذه البطولة ستكون صعبة على الجميع. فيكتور أوسيمين حاليا هو الأفضل، هذا صحيح، ولكن انظر، الكل يركز على أوسيمين الآن. هو سيكون البؤرة التي يركز عليها الجميع، لأنه اللاعب النيجيري الأبرز، الكل يتحدث عن أوسيمين فقط. نعم هذا صحيح، لدينا أفضل مهاجمين في إفريقيا، ولكن المهاجمين لا يلعبون وحدهم أبدا، لابد من خط وسط وخط دفاع، وطبعا حارس مرمى جيد. أكرر أنها ستكون الأمور صعبة لنيجيريا والفرق الأخرى. كيف تقيم اختيارات جوزيب السيير، وهل راضي عن جميع الاختيارات؟ هل كنت ترى بأنه أحد اللاعبين ظلم بعدم استدعائه مثلا؟ سواء كنت أنا سعيد أم لا، هل المدير الفني هو من سعيد أم لا؟ لا، نحن في الاتحاد لا نستطيع أن نقول أي شيء. المدير الفني هو الذي اختار، وكل ما علينا هو أن نتمنى له الخير فقط، ليس إلا. منتخب مصر كيف تراه جرب؟ هل تتوقع بأن منتخب مصر بقيادة محمد صلاح سيخطو خطوات كبيرة في كأس الأمم؟ دائما مصر فريق قوي، دائما مصر والجزائر وتونس والمغرب، كل الفرق الشمال الإفريقية قوية جدا، لا يمكن أبدا أن تستخف بهذه الفرق. هناك أيضا فرق غرب إفريقيا، السنغال وكوت ديفوار والكاميرون، وأيضا في جنوب القارة لديك جنوب إفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وكينيا، كل هذه الدول قوية، وهي قوية جدا أيضا. ولكن الحديث عن الأسماء الكبيرة، مصر، نيجيريا، السنغال، المغرب، الكاميرون، وهذه هي الفرق الأبرز، ولكن أرى أنها ستكون بطولة قوية، بطولة أمم أفريقيا، أعتقد أنها ستكون في قمة الصعوبة. الإعلام في نيجيريا وجه انتقادات عنيفة لبيسيرو بعد البداية الضعيفة في تصفيات كأس العالم، هل بترى بأنه التصفيات والنتائج الضعيفة ستؤثر على المنتخب، ولا دي حاجة ودي حاجة؟ سواء أحببت ذلك أم لا، وأنت رجل إعلامي، الإعلام يتحدث، ونحن في الاتحاد نشرف. الأهم في الأمر هو أن على اللاعبين أن يغيروا من موقفهم وأن يحاولوا أن يحرزوا شيئا. الإعلام ينتقد، هذا صحيح، سواء كانت النتيجة جيدة أم لا. لو النتيجة جيدة النقد يقل، وحتى أمام ليسوتو وزيمبابوي لم ينتقد أحد بزيرو كمدير فني، ولكن انتقدوا اللاعبين. الناس العاديين يريدون نتائج،
ولكن في الإعلام الكل ينتقد الفريق النيجيري، ولكن نحن في الاتحاد غير سعداء طبعا بهذه النتائج. طيب جربة أخيرا، يعني لماذا يظهر المنتخب النيجيري أغلب الوقت بشكل أضعف من المتوقع؟ يعني لاعبي متألقون وبشدة في أوروبا، وده دايما بيحصل على مر الزمان، دائما وابدا لاعبي المنتخب النيجيري متالقين جدا في اوروبا، ولكن في البطولات المجمعه الامور بتختلف. They appear you have to understand national team football is different. كرة القدم على المستوى المنتخبات الوطنية مختلفة. حتى عندما كنت ألعب في المنتخب النيجيري هي نفس الظروف. الأندية دائما سهل أن تلعب فيها، أما اللعب في المنتخب الوطني فالأمر مختلف. أكثر من ملايين، عدد كبير جدا جدا من اللاعبين في جميع أنحاء العالم نيجيريين الجنسية ويريدون أن يلعبوا في هذا الفريق المنتخب الوطني النيجيري، ولكن ليس من السهل أن تختار لاعبا. ولكن أعتقد الأمر يعود إلى اللاعبين، وهذا السؤال لابد من توجيهه للاعبين. لو سألتني وأنا ألعب كنت سأرد وسأقول أننا كنا كفريق وطني كنا أقوياء جدا، ولكن هذا الجيل عليهم أن يسمعوا ويجيبوا على هذا السؤال المهم الذي تسأله. أفضل مباراة ليك في كأس الأمم هل تتذكرها؟ مي؟ The best game؟ Yes. Yes, I remember. أتذكر في مالي 2002 عندما سجلت الهدف، وكان كرة على الطاير أو هاف فولي. كانت مباراة عظيمة جدا، وأنا سجلت هذا الهدف الذي اعتز به، وكانت نتيجة 1-0. طب بما انك معايا فخليني اسالك سؤال بره المنهج، يعني هل جات لك الفرصه انك تكون موجود هنا مع اي نادي مصري في وقت من الاوقات؟ No, my time I don't and my team في الوقت الذي كنت العب فيه لم نكن believe we can beat everybody. كابتن كريم، أعتقد أن السؤال لم يصله بشكل دقيق فنعيد عليه السؤال. يعني هل جاءك أي عرض من نادي مصري وانت بتلعب؟ لم يحدث. لم يحدث، وكنت ألعب أمام الفرق المصرية، وكنت لا أخشى الفرق المصرية. أتذكر عندما كنت ألعب في الترجي التونسي لعبت أمام الأهلي وأمام الزمالك، لا أخشى من أي لاعب، ودائما كنت أؤدي في فريقي الذي ألعب إليه. نحن نعرف أن الفريق المصري دائما جيد، ونحن أيضا جيدين، هذا ما نؤمن به ونعرفه. مين أفضل اللاعبين المصريين اللي شفتهم أو اللي واجهتهم في الملاعب؟ حسام حسن كان يلعب في نفس الوقت، هذا أتذكره جيدا، وأتذكر سأحاول أن أتذكر أسماء أخرى، ولكن أنا أتحدث عن ميدو أيضا. أنا لعبت مع ميدو، لعبت أمام ميدو، ولعب في بلجيكا حيث كنت ألعب. هؤلاء هم اللاعبان اللذان أتذكرهما جيدا، حسام حسن وميدو. جربة أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وأتمنى لك كل التوفيق في المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا. جربة لوال نجم منتخب نيجيريا السابق، أتمنى لك كل الخير، وأتمنى أن أراك في كوت ديفوار. أشكرك جدا، شكرا جزيلا جربة لوال، واحد من نجوم منتخب نيجيريا الكبار، كان معنا على التليفون، ومداخلة مهمة من واحد من نجوم منتخب نيجيريا. بعد الفاصل نكمل كلامنا، خليكم معنا.
برحب بحضراتكم من جديد. مكالمه جربه لوادي فكرتك بحاجات حلوه. اللعيبه دي كانت جامده قوي يا كابتن سامي. ما انا قلنا لك هي اجيال اجيال زي ما اتكلمنا طلع اخر بطوله كانت في 13 يعني اسماء كبيره قوي لكن انجازاتها في السنين اللي فاتت مش موجوده. يعني حتى انت سالته على المنتخب قال لك كل واحد كان بيتمنى يروح المنتخب. يعني كنا لعيبه كتير جدا محترفين وفي لعيبه كتير جدا كانت تحب تلعب. كانوا مختلفين برضو. بس دلوقتي زي ما اتكلمنا يعني زمان زي ما كنا بنتكلم على الجيل بتاعهم والاجيال بتاعتنا كله كان حابب يروح المنتخب. كله كان حابب يبقى موجود، ما كانش الاحتراف بالشكل اللي احنا موجودين فيه، الارقام عالية جدا. يعني ايمانويل كان بيحب يروح المنتخب. طبعا بيحب جدا، كل لعيب على فكره اي لعيب كان موجود كان بيحب يروح المنتخب، اي لعيب على مستوى افريقيا في الفرق اللي يعني لان كانت ساعتها بطوله افريقيا تقيله جدا. صح. كانت اللي ياخد بطوله افريقيا يحس ان هو من اعظم الفرق الموجوده في افريقيا. والعروض بقى بتنهال وحاجات كده. ويشتغل بقى على حته الاحتراف بعد البطولات دي انا هتسوق ازاي؟ سعره هيبقى قد ايه؟ صح. دلوقتي لا. دلوقتي بقت الارقام كده كده انا شغال بغض النظر اخدت بطوله وما خدتش. صح. فهي صح دي المشكله بالنسبه للمنتخبات حاليا ان في لعيبه كبيره ما بترضاش تبقى تروح البطولات. انت بقى اتبسطت بالذكريات؟ ها كان هاف ليفت جامد بس حظه وحش. جه في جيل موقوف. حكايه جيل نيجيريا الموقوف دي حكايه برده مهمه من حكاوي يعني افريقيا ذكريات كاس الامم الافريقيه. في 96 كانوا هم اقوى منتخب في افريقيا بمراحل، جايين من كاس عالم 94 بقى مقفلين اللعبه. صح. وجيل كبير قوي بعضهم اعتزل بس بعضهم مكمل اولمبياد وبتاع كانوا وكان جيل جربه وجايين من اولمبياد اتلانتا. اولمبياد اتلانتا برده كانت في نفس السنه في 96 انسحبوا من كاس افريقيا نتيجه تدخل النظام السياسي بشكل او باخر انسحبوا. فتوقفوا عن 98 اللي كابتن سامي حكى حكايتها. أيوة. ومنتخب مصر كسبها يعني واحد من اهم المنافس الاهم كان غائب الحقيقه. من حظنا الحلو الحقيقه نيجيريا ما كانتش موجوده في البطوله. صح. دي وده اثر على مستوى البطوله بشده وكانت ساعتها الصحافه كلها بتتكلم في القصه دي. جربه الاول ما بداش ظهور دولي غير في 2000. حتى مسيرته الاحترافيه كانت اغلبها في الترجي التونسي. صح. وان غياب نيجيريا على المحافل الدوليه اثر على مسيره مجموعه من اللاعبين. هو جاي ما بين جيلين. هو جربه الاول جه مع اواخر جيل التسعينات الجيل اللي لعب كاس عالم 94 و98 وجي مع بدايه جيل 2000 كان من هو اللعيبه الكبار اللي جيل الالفينات اللي لعب فاينالين ورا بعض. لعب في 2000 ولعب في 2002 هم نظموا البطوله حتى. في 2000 نظموا البطوله مع غانا كانت غانا ونيجيريا منصفه وفي 2002 كانت البطوله متنظمه في مالي ونيجيريا تواجدت وصلت للنهايه في البطولتين. فجرب الاول الحقيقه من اللعيبه الكبار طبعا. في تاريخ قاره افريقيا. طب نبص على الرسمه بقى كده قبل ما نختم. نبص على الرسمه كده مشوار البطوله وناخد راي كابتن سامي فيها بما انه كابتن سامي برضو عاش الرسمه دي مع كابتن جوهري. فقول لي كده احنا لو تصدرنا منتخب مصر لو تصدر يبقى قدامه ايه؟ منتخب مصر لو تصدر احنا اتكلمنا قلنا للناس ثالث المجموعه الاولى او الثالثه او الرابعه اللي هو نتمنى غينيا او غينيا. غينيا غينيا بيساو غينيا استوائيه وبعدين نروح بقى للفرق الثانيه اللي هي في موريتانيا انجولا وغينيا جامبيا. غينيا جامبيا موريتانيا انجولا واحد من الست. اوكي ماشي. لو ده لو تصدر مصر تصدر. لو ما تصدرناش لا استنى بس لو تصدرت وتخطيت واحد من السته دول في دور الثمانيه تروح لمين؟ وشك متصدر المجموعه الثالثه اللي هو بنسبه 80-90% السنغال. اوكي فلو انت تصدرت يبقى انت دور الثمانيه هتخبط في السنغال. اذا كان في اشاعه كده ان احنا ناخد المغرب اللي هو المتصدر السادسه. لا متصدر السادسه مش في سكتنا خالص المغرب. أوكي. مش في سكتنا في دور الثمانيه. ماشي. فاحنا بنتكلم في المتصدر الثالثه اللي هو السنغال في دور الثمانيه. حلو. لو ما تصدرناش وبقينا وصيف المجموعه الثانيه هنلعب في دور ال 16 ما عندكش غير احتمال واحد بس اللي هو وصيف المجموعه السادسه اللي هو مجموعه المغرب اللي هي فيها المغرب كونغو ديمقراطيه زامبيا تنزانيا. ماشي. فانت بتتكلم في كونغو الديمقراطيه او زامبيا او تنزانيا. ده مقبول. احكي عن الخبطه اللي بعدها. الخبطه اللي بعدها بقى في دور الثمانيه تاخد متصدر المجموعه الاولى اللي هو كوتيفوار بقى بنسبة كبيرة اللي هو بطل الحلقه دي. هو بطل الحلقه الاولى من كان 2023. ده يرجعنا ان المدير الفني لازم الجمله المهمه قوي اللي كابتن سامي قالها في بدايه التغطيه يعني لازم المدير الفني يبقى راسم مسار البطوله وخط سير فريقه ويأهل فريقه لده. طب انا قدامي 10 ثواني كابتن سامي هل تعتقد بانه روي فيتوريا راسم الرسمه بتاعته من دلوقتي؟ بنسبه كبيره. لا لازم يكون كده. احسن له ياخد كوت ديفوار ولا ياخد السنغال؟ لا انا السنغال كوت ديفوار عشان البلد المنظمه طبعا الاثنين عندك مشكله كبيره جدا على ارضها واحده والسنغال كفرقه تقيله محترفين واسماء كبيره. فطبعا بص البطل ما يخافش. صح جدا. اللي عايز يبقى على بطوله. انت عايز افكرك ان انت لما كابتن جوهر يخاف من 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 ساعتها ما جاش احسن منه. لا ما الطريق ما جاش احسن منه. لا جيت لعبت في الاخر جنوب افريقيا اللي انت اصلا كنت يعني. وطارق مصطفى طبعا حبيبي يعني طبعا. واحمد حسن جابوا هدفين في رسمه انت كنت راسمها من بدري. صح. فربنا ادالك فين؟ في الفاينل. فانت كنت دارسه قوي. صح. فلما جالك ببعيد فدرسته كده كده انت حافظه. فاهم. فبالتالي النهارده لا الكبير ما يخافش. صح جدا. صح. هناخد اي حد وما ناخدش السنغال.
والله لا 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 اي حد الى السنغال لا 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 انا خلاص خلينا نشوف خلينا نشوف ايه اللي هيحصل البطوله هتودينا فين لكن في الاخير استمتعنا بالكلام معاك وكابتن سامي نورتنا وشرفتنا وبشكرك على وجودك معانا احمد طبعا حبيبي نورتنا كابتن سامي ونجيب بشكرك وكالعاده كريم اشكرك اشكر كابتن سامي من حظي الحلو ان انا ببدا برنامج زي ما كابتن سامي مع كريم خطاب يعني اشكركم باذن الله نتقابل على خير نورتنا واستمتعنا بالكلام معاك وبشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه وان شاء الله دايما في نفس الميعاد كان 2023 على اون تايم سبورت اشوفكم على خير.